اليوم ان شاء الله هنبدا المباراه الاولى الوديه لمجموعه الناشئين داخل اكاديميه نادي جفار وداخل النادي. طبعا العدد الاكبر فيهم اللي هيكون مشارك بدوري منطقه حائل ان شاء الله، ولسه منتظرين بقيه المجموعه. طبعا مباراتهم اليوم النهارده مع اكاديميه المواهب، وان شاء الله تكون بدايه كويسه وبدايه ايجابيه ليهم، وانا عندي ثقه كبيره في المجموعه دي ان شاء الله. شغل المباريات ونكتسب الملعب ونكتسب التكتيك بتاعنا ونشوف الاخطاء بتاعتنا نعالجها ان شاء الله. الوضع بالنسبه لكم انا عندي ثقه فيكم تمام، انتوا المجموعه ايوه مباريات وديه نبدا نستعد بيها، وبعد كده المباريات الرسميه ان شاء الله وضعها مختلف تماما، بس نكتسب تمام. ما تستخسروا باي خصم، هذا شخص وانت شخص، الوضع بالنسبه لك نجرب لبعضينا نلعب عشان نعمل كل ما في وسعنا. اطلع 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 احسن 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 اطلع ارجع 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 وصلت ابراهيم.